السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ سنة أولى عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله بمشيئة الرحمن هنشتغل مع بعض آخر درس نحو، وهنقسم الفعل النهاردة بتاعنا من حيث الفعل الصحيح والفعل المعتل. احنا عارفين ان الفعل اصلا اقسامه من حيث الزمن فعل ماضي ومضارع وامر. النهاردة هنتكلم عليه من حيث الصحة والاعتلال. عند الفعل من حيث الصحة والاعتلال بينقسم الى فعل صحيح وفعل معتل. يعني ايه فعل صحيح ويعني ايه فعل معتل، وازاي نستخرج الفعل الصحيح والمعتل من الفكرة؟ نقرأ كده مع بعضنا الفعل الصحيح والفعل المعتل. الفعل الصحيح: لكي نستخرجه نبحث اولا عن فعل ثم نأتي بأصله، فان لم نجد في الاصل حروف علة قد يكون الفعل صحيحا. ايه هي حروف العلة؟ هي الألف والواو والياء. يبقى الفعل الصحيح هو الفعل الخالي من حروف العلة. ايه حروف العلة الثلاثة؟ الألف والواو والياء. وكي نستخرج الفعل الصحيح لابد أن نأتي بأصل الفعل. وازاي نجيب أصل الفعل؟ نأتي عنه عن طريق الماضي، مثل يصنعون أصلها صنعة، فالأصل ليس فيه حروف علة، ولذلك فكلمة يصنعون فهو فعل صحيح، لأن الماضي من يصنعون صنع اللي هي الصاد والنون والعين. الواو والنون ده ضمير ماليش أي علاقة بيها. الياء ده بيدل إن الفعل مضارع. إيه أنواع الفعل الصحيح عندي؟ فعل مهموز، وهو ما اشتملت أصوله على همزة، سواء كانت الهمزة في أول الفعل أم في الوسط أم في آخره، مثل يأكل، يسأل، يستهزئ. الأصل منه أكل وسأل وهزأ. إذن الأصل عندي في همزة، سواء في أكل الهمزة في الأول، سأل الهمزة في الوسط، هزأ أو بدأ الهمزة في آخر الكلمة. الفعل المضاعف الثلاثي، وهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، مثل عد، يشتد، مد، حب. أصل عد لعد عين دال دال، فعين الكلمة ولام الكلمة من جنس واحد، ويشتد شد شين دال دال. فإذا بيسمى فعل صحيح مضاعف ثلاثي لأن أصله ثلاث حروف والحرف الثاني مثل الحرف الثالث. المضاعف الرباعي، وهو ما كان الحرف الأول من جنس الثالث والثاني من جنس الآخر، مثل يزلزل، وسوسة، كفكفة. السالم، وهو ما خلت أصوله من الهمز والتضعيف، زي خرج، دخل. إذن لما نيجي نستخرج الفعل الصحيح بندور أو بنبحث عن فعل خال تماما من حروف العلة الثلاثة اللي هي الألف والواو والياء. الفعل إذا خلى من الألف والواو والياء يسمى فعل صحيح. إيه أنواع الفعل الصحيح؟ مهموز، مضاعف ثلاثي ومضاعف رباعي، مضاعف نوع ثلاثي ورباعي. والسالم، قلت مهموز أحد أصوله همزة، سواء كانت الهمزة في الأول أو في الوسط أو في الآخر. مضاعف الثاني مثل الثالث، أو الأول مثل الثالث، والثاني مثل الرابع، يسمى مضاعف رباعي. السالم هو ما خلت أصوله من الهمز والتضعيف، مثل يعملون ويرفع، أصلها عمل ورفع. بالنسبة للفعل المعتل، الفعل المعتل لكي نستخرجه نبحث عن فعل، فإن وجدنا في أصله حرف من حروف العلة يسمى فعل معتل. والفعل المعتل وحروف العلة الثلاث الألف والواو والياء. ليه أنواع أيضا؟ ليه أنواع؟ أنواع الفعل المعتل: أنواعه، إن كان حرف العلة في أول الفعل يكون الفعل نوعه إيه؟ مثال، مثل وصف، يسر، وقف، وسم. كل ده فعل معتل نوعه مثال لأن أوله حرف علة. النوع الثاني من حروف العلة بيسمى أجوف، إن كان حرف العلة في الوسط، مثل يقول، أصلها قول لا يقال، يصوم صام، ينام يبيع،
كل ده فعل معتل لأن في وسطيه حرف علة ويسمى فعل معتل أجوف. النوع الثالث من أنواع حروف العلة هو فعل معتل ناقص، آخر الفعل عندي حرف علة مثل سعى ويهتدون ويدعون، كل ده فعل معتل نوعه ناقص لأن آخره حرف علة. أهو الأصل من يسعى، من يسعى سعى، ومن يهتدون هدي ملحوظة. قد يجتمع في الفعل حرفين من حروف العلة وفي هذه الحالة يسمى الفعل لفيف مفروق أو لفيف مقروء. مثال لذلك: اللفيف المفروق ما كان أوله وآخره حرف علة فرق بينهما حرف صحيح، زي وقى، زي وشيا، ده معتل نوع لفيف مفروق لأن أوله حرف علة وآخره حرف علة، وسميته مفروق لأن هنا فرقت بين حرفي العلة اللي هي الواو والياء. لفيف مقرون ما كان آخره حرفين من حروف العلة، زي شوى، عوى، طوى، ده بسميه لفيف مقرون. إذن الفعل عندي من حيث الصحة والاعتلال يسمى فعل صحيح وفعل معتل. نقرأ مع بعض الفقرة ديت، نستخرج مع بعض أهم إن التفوق أمل تسمو إليه النفوس جميعها ولا يصل إليه إلا المجدون الذين يضعون نصب أعينهم هدفا ساميا في الحياة ليحققوا، ويقاس التفوق بمقدار ما يختلف به المتفوق عن غيره. هنعرف كده الكلمات اللي تحتها خط: إن التفوق، نستخرج الأول فعل معتل، تسمو فعل معتل ناقص، تاني يقاس، تمام، فعل معتل أجوف، شوفوا وسطية حرف علة، يصل فعل معتل مثال أصلها وصل، فعل صحيح يختلف، الأصل من يختلف خلف، صحيح سالم، في تاني يحقق حقق، صحيح مضاعف ثلاثي، تمام. ضميرا في محل رفع يحققه الواو يحققه في محل رفع فاعل، ضمائر الرفع الستة يا ريت ما ننساهمش. الهاء من ضمائر النصب اللي هي في محل نصب مفعول به، احنا عايزين ضمير في محل رفع يبقى الواو في يحققه. عايز اضع ضميرا وبين ما يدل عليه اللي هم، ده ضمير للغائب. ان التفوق اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة، إلا تسمو النفوس فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ما ننساش نراجع على النحو بتاع سنة ستة اللي هي الحروف الناسخة وكان وأخواتها. اسم إن بيبقى منصوب وخبرها بيبقى مرفوع، خبر إن أمل، إلا تسمو النفوس ولا يصل إليه إلا المجدون، المجدون تعرب فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، الذين يضعون نصب أعينهم مضاف إليه عشان نصب بمعنى أمام ظرف، وأي ضمير يتصل بالاسم يعرف في محل جر مضاف إليه. وبكده احنا خلصنا منهج النحو بتاع الصف الأول الإعدادي، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.